السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في سلسلة البحث العلمي. معنا الدكتور محمد سعد. هنتعلم في الفيديو بتاع النهاردة بعض الأساسيات قبل ما نبدأ في عملية الكتابة، اللي هي مرحلة التحضير اللي احنا بنقرأ فيها ونبدأ ناخد الملاحظات أو النوتس. تاني حاجة هنبدأ نعرف الـ Scientific Paper Structure، يعني بتتكون من إيه الورقة البحثية. بعد كده هنبدأ نعمل درافت، هنبدأ نعمل مسودة، هنبدأ نشخبط وليكن. تمام، احنا بنقول نفترض ان انت شفت الفيديو السابق او الفيديو اللي فات وعرفت طبعا مكونات عملية البحث العلمي عموما. بنقول ان احنا قلنا في الاول انت بتقرأ في مرحلة الجيذرنج داتا، بتجمع معلومات طبعا بناء على الفيديوز اللي قبلها، انت ازاي بتجيب المعلومات وازاي ان انت بتشوف السورسز اللي انت هتقرأ فيها. بعد كده بتعمل بلان، لو انت لسه طالب مستجد ولسه طالب جديد الدكتور بتاعك في الماجستير بيعمل لك البلان، لان هو طبعا بيبقى خبره وعارف انت هتعمل واحد اتنين تلاته اربعه. تمام، اللي احنا بنقول عليها الهايبوثيسز، اللي هي افتراضات حل المشكله. بعد كده بتبدا تروح المعمل وتبدا تقيس، بتروح وليكن تلاقي الناس اللي اكبر منك او الناس اللي اقدم منك في المعمل، بتقول لك هتقيس واحد اتنين تلاته اربعه. انت طبعا بتبقى في الاول مش فاهم او انت بتعمل ايه، فاحنا هنفترض انت رحت المعمل قست قياسات، كتبت الملاحظات، طلعت الداتا اللي انت عايزها. تمام، بعد كده نبدا نقول مرحله التحضير. مرحله التحضير بنقول فيها الشعار بتاعك لازم يكون ايه، a good reader makes a good writer، يعني انت لو انت بتقرا كويس او انت قارئ جيد هتبقى كاتب جيد. يبقى انت لازم تقرا كويس، تاخد ملاحظاتك من الابحاث كويس. ما تنساش ان انت في الاول بتبقى ما تعرفش حاجه خالص. طب ايه اللي هيعلمك عمليه القرايه؟ انت لما تقرا تشوف الناس اللي قبلك عملت ايه، بتتعلم اسلوب الكتابه بيبقى عامل ازاي. ما تنساش ان اللي احنا هنكتبه ده انت مش هتكتب شعر، ولا انت هتكتب قصه قصيره، ولا هتكتب ادب، لا ده انت هتكتب تكنيكال رايتنج، يعني هتكتب كتابه علميه متخصصه، الهدف منها توصيل المعلومه باسلوب مبسط. تمام، طب يبقى احنا قلنا تاني a good reader makes a good writer. تمام، يبقى لازم تقرا كويس، لازم تركز على نفسك او تشد في المرحله دي، لان دي هي تعتبر اهم مرحله في مراحل الايه، البحث العلمي والكتاب. طيب بنقول بعد كده خلاص احنا قرينا، هتلاقي البيبر لو انت نزلت اكتر من بيبر او نزلت بيبر وعايز تشوف البيبر دي ايه مكوناتها. هل انا هقرا كده وخلاص؟ لا، بنقول ان الورقه البحثيه او البيبر ساينتفك بيبر بنقول عموما بتتكون من اجزاء رئيسيه. اول حاجه اللي هي الجزء الاول، الجزء الاول ده بيبقى عباره عن العنوان. طبعا بنقول ان الجواب بيبقى باين من عنوانه، هنعرف بعد كده العنوان احنا هنراعي فيه ايه ونكتبه بالشكل اللي هو ازاي والكلام ده كله. يبقى بنقول اول حاجه هتلاقيها في الورقه البحثيه اللي هي البيبر، اللي هي عنوان الايه، عنوان البيبر. ثاني تحتها على طول بتلاقي مكتوب الاوثرز. الاوثرز اللي هم مين؟ اللي هم المؤلفين، ودي بتتكتب ايضا ان شاء الله في الفيديوز اللي جايه. هناخد جزء كل جزء من ده ازاي نكتبه ونراعي في ايه ونعمل ايه علشان الورقه تبقى اكسبتد علميا ان هي تتنشر في مجال. تمام، يبقى بنقول ان انت بتكتب العنوان، تحتها بتكتب الاوثرز، الافلييشن اللي هم عنوانهم العلمي، انت شغال فين وبتشتغل ايه والكلام ده كله. بعد كده بنكتب حاجه اسمها ابستراكت. ابستراكت اللي هو ملخص الموضوع، يعتبر الورقه البحث بتاعك ولكن في سطور معدوده. احيانا بتلاقي في مجلات تقول لك ان انت ما تزودش عن 150 كلمه، تلاقي في مجلات تقول لك ما تزودش عن 200، في مجلات تقول لك ما تزودش عن 300. يبقى الابستراكت بيسموه المستخلص او خلاصه البحث او ملخص البحث. انت بتكتب ملخص للبحث في كلمات معدوده، بتكتب فيه اهم النتائج اللي انت حصلت عليها. تحته بتكتب حاجه اسمها الكي ووردز. الكي ووردز هي الكلمات المفتاحيه، انت بتبحث في موضوع معين بتلاقي فيه مصطلحات شهيره في هذا الموضوع بتكتبها. تمام، بعد كده نبدا ندخل على جسم البحث. بقى جسم البحث اول حاجه بيتكون من ايه، من الانترودكشن، المقدمه. الانترودكشن ايضا بتعتبر يعني هي معبره عن انت قريت ولا ما قريتش. طبعا انت المفروض بتقرا ابحاث بتلاقي فيها معلومات مهمه، بتهايلايت المعلومات المهمه، طبعا بتبدا تكتبها باسلوبك، لان زي ما احنا قلنا الكلام ده هنشوفه بالتفصيل، بتبدا تكتبها باسلوبك. وطبعا ما بتعرضش اي نتائج وخلاص، بتبدا تعرض النتائج اللي هتخدم الايه، النقطه البحثيه اللي انت شغال فيها، المشكله اللي انت بتحلها. تمام، بعد كده بنبدا على نشوف او ندخل في مرحله الميثود، او احيانا في ناس تسميها البراكتيكال ستيبس، في ناس تسميها البراكتيكال ديتيلز، في ناس تسميها ايا كان. تمام، ليها مسميات مختلفه، المهم ان هي تعبر عن ايه، تعبر عن الخطوات اللي انت هتعملها او اللي انت عملتها في المعمل.
في الجزئيه دي بتشرح ان ديتيلز انت عملت ايه بالظبط في المعمل. ليه هدف الجزئيه دي ايه؟ ان انت لو جه واحد جديد زيك مثلا، افترض انت لسه جديد دلوقتي عايز تعمل نفس الكلام اللي انا عملته، يبقى انت هتشوف الميثود اللي انا عملتها او الستيبس اللي انا عملتها وتبدا تمشي عليها 1 2 3 4 تمام. بعد كده هندخل على مرحله الريزلتس، والله وانت بتقيس زودت كذا لقيت كذا بيزيد، قللت كذا لقيت كذا بيقل، هتبدا تسجل الريزلتس بتاعتك تمام. الريزلتس بتكتبها على شكل داتا، بتكتبها على شكل ارقام. بعد كده هنبدا نشوف ان انت بتحول الارقام الى فيجرز اللي هي عباره عن اشكال ورسومات او عباره عن تيبلز. طبعا ده يعتبر يعني عمليه البرزنتيشن او عمليه عرض وتوضيح للمعلومه. بعد كده بتدخل في حاجه اسمها الدسكشن، بتبدا تقول او تعرض الزياده هنا ليه والديكريز اللي هو النقصان هنا ليه، وده اتغير ليه وده زاد ليه والكلام ده كله تمام. دي في مرحله الدسكشن تمام. بعد كده بتكتب الكونكلوجن، والله انت استنتجت ايه؟ استنتجت ان انا لو زودت الحاجه الفلانيه الحاجه الفلانيه قصادها هتزيد او هتقل او وات ايفر، انت هتكتب ازاي تمام. احيانا يقول لك ان طريقه الكتابه دي بيسموها الاي ام ار دي اللي هي الانترودكشن، اختصار انترودكشن ميثود ريزلتس اند دسكشن تمام. احيانا في ابحاث تلاقيها كاتب لك الجزئيه بتاعت الريزلتس والدسكشن ده في ده في سيكشن واحد، يعني انا مثلا ممكن اكتب الريزلتس لوحدها بعد كده ابدا اعمل دسكشن لوحده، او ممكن تلاقي البحث كاتب الريزلت وبيعمل الدسكشن عليها في نفس الوقت او في نفس الباراجراف تمام. هنا بعد كده بعد ما كتبت الكونكلوجن بتلاقي احيانا في ناس تقول لك في حاجه اسمها اكنولجمنت، اكنولجمنت اللي هو الشكر والعرفان، والله الدكتور الفلاني ده ساعدني وانا بكتب، زميلي الفلاني ده ساعدني وانا بعمل كذا، الجهه الفلانيه دي كانت بتصرف عليا، كانت بتعمل لي فند ايا كان تمام. طبعا احيانا المجلات وانت بتنشر جزء الفند ده بيبقى مهم، يعني لان ممكن الجهه اللي دفعت لك فلوس وصرفت عليك وانت بتشتغل انت ما تعملهاش اكنولجمنت، يبقى انت كده اكلت حقها وبالتالي ممكن تشتكيك وبالتالي يبقى عندك مشكله تمام. بعد كده بتكتب الريفرنسز، والريفرنسز طبعا بتتكتب باكتر من طريقه، بيبقى ليها ستايلز معين. الستايل ده بيبقى بناء على شكل المجله. طيب احنا هنعرف برضو بعد كده انا لو عايز انشر في المجله الفلانيه اعرف اعمل الستايل بتاعها ازاي. اوريدي هنقول لك ان انت هتنزل بحث من المجله الفلانيه وتشوف طريقه كتابه الريفرنسز بتبقى ازاي، وتبقى تكتبها بنفس الطريقه، واحنا قلنا هنشرح كل خطوه من الخطوات دي على حده بالتفصيل في الفيديوز اللي جايه ان شاء الله. طب خلاص انت عرفت البحث بيتكون من ايه، هتبقى وبدات تعمل الفيجرز زي ما احنا قلنا وتكتب التيبلز، ده بدايه يا دوب انت عملت سجلت الحاجات دي، هتبدا تعمل حاجه اسمها درافت. خلاص هتعمل مسود هتشخبط تمام. الشخبطه ايه؟ انت خلاص رسمت الفيجر زي ما انت شفته موجود في الابحاث او زي ما مشرفك قال لك، ولكن يفضل ان انت تشوف في الابحاث وتدور وتتعلم وشفت التيبلز بتتكتب ازاي في الابحاث وتعمل زيها. هيبقى اول حاجه الدرافت، بتبدا ترسم الفيجرز وتكتب التيبلز وتبدا تحطها في ورقه فاضيه، تجيب ورقه فاضيه زي ما انت شايف وتبدا تحط الايه الفيجرز. طب انا احط الفيجرز ازاي؟ احنا قلنا انت دلوقتي في مرحله التقليد، انت طفل صغير ما بيعرفش يتكلم، بيتكلم ازاي؟ بيشوف ابوه وامه بيتكلموا ازاي، ابوه وامه بيتحركوا ازاي، تبدا تعمل زيهم بالظبط. هتعمل زي مين؟ زي الابحاث اللي انت قريتها. ولذلك كنت بقول لك مرحله القرايه لابد ان انت تقرا كويس تمام. يبقى احنا تاني بنقول الخطوات اللي احنا قلناها، مرحله البريبريشن اللي احنا قلنا انت بتقرا فيها وبتاخد النوتس، المرحله الثانيه اللي احنا عرفنا فيها بيتكون من ايه الورقه البحثيه، ايه هي مكونات الورقه البحثيه. المرحله الثالثه دلوقتي ان انت تكتب درافت، تكتب مسوده. ايه هي المسوده؟ قلنا هتشخبط تمام، وهيبقى شعارك في المرحله دي ان انت كتابتك شخبطه. وايه طبعا لو ما اتنشرتش بقى اي حاجه انت بتكتبها هي عباره عن شخبطه، لو اتنشرت يبقى خلاص دي بقى بحث علمي ودوكيومنتد واتنشر وبقى موثوق فيه وانت كده بقيت زي الفل. طب هل انا بالمعلومات اللي انا خدتها هقدر اكتب؟ لغايه دلوقتي بنقول اه ممكن تخبط، ولكن عشان تكتب كلام يبقى بطريقه بروفيشنال او تكنيكال وتتنشر طبعا لازم تتابع الفيديوز اللي جايه. زي ما احنا بنقول ان شاء الله في خلال السلسله لو انت تابعتها نتمنى من الله ان انت تكون اتعلمت كويس وان ان شاء الله يكون في نتيجه كويسه. وفي النهايه بنقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.